طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. عنوان حلقتنا لهذا اليوم: حملة أنقذوا بغداد وإضراب الطيارين بمطار بغداد. ما الذي يحدث في العاصمة؟ أطلق عراقيون وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي حملة بعنوان أنقذوا بغداد للتعريف بالواقع السيء الذي تعيشه العاصمة بغداد، من تكدس للنفايات وتهالك للبنى التحتية وانتشار العشوائيات وكثرة الزحام بالسيارات بسبب غياب التنظيم والتخطيط وغياب إشارات المرور التي تنظم حركة السير، وانتشار السيارات بأعداد كبيرة دون تخطيط بسعة احتمالية العاصمة بغداد، وكذلك غرق الأحياء السكنية عندما تهطل الأمطار من بين المشكلات التي يعاني منها سكان العاصمة منذ سنين. كما هو معروف فإن العاصمة بغداد وللأسف ومنذ سنوات تحتل بحسب المؤشرات الدولية كأسوأ مدينة للعيش في العالم. صنفت مؤسسة ميرسر الأمريكية العاصمة العراقية بغداد على أنها أسوأ مكان للعيش في العالم، فيما اعتبرت العاصمة أو اعتبرت هذه المؤسسة العاصمة النمساوية فيينا أفضل مكان للعيش. بغداد احتلت المركز الأخير في المؤشر الذي يضم 231 مدينة، جاءت ثلاث مدن عربية أخرى ضمن أسوأ 10 مدن للعيش في العالم: الخرطوم وصنعاء ودمشق. في قائمة أسوأ 10 مدن جاءت بغداد في المركز الأول، تلتها بنجوي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، وصنعاء وبورت وبرنس عاصمة هايتي، والخرطوم وإنجمينيا عاصمة تشاد، ودمشق وبرازيفيل عاصمة جمهورية الكونغو. كثير ما يعني في الآونة الأخيرة أو السنوات الأخيرة تتصدر بغداد كأسوأ مدينة في العيش. طبعا يعتمد المؤشر الذي يتابعه العديد من الحكومات والمنظمات في العالم على عدة عوامل، بما فيها السكن والبيئة والمجتمع والخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والاستقرار السياسي والحريات الشخصية. أمانة بغداد طبعا متهمة بالإهمال والتقصير والفساد تجاه الأموال المخصصة لها من ميزانية العراق. تحدث عضو مجلس النواب السابق علي المحمداوي في عام 2020 عن أكبر ملف فساد قال في أمانة بغداد، وكشف بأنه تم صرف أكثر من 20 مليار دولار بعد عام 2003. كان من الممكن أن تحول بغداد إلى جنة بحسب تعبيره. دعونا نتابع مقطع سابق انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق يظهر تكدس النفايات أمام أمانة العاصمة بغداد. نتابع المقطع ونتحدث معكم، نشوف المقطع. هذا المقطع صور مواطن من سيارته، يظهر انتشار النفايات أمام بناية أمانة العاصمة بغداد. إذا كان هذا هو حال واجهة أمانة بغداد، فكيف هو الحال بشوارع بغداد، باقي أحياء بغداد؟ طبعا هذا المقطع ومقاطع أخرى كثيرة، يعني ليس هذا المقطع فقط، يعني يثير تساؤل العراقيين ويثير غضب العراقيين. هل يعقل بأن هذه الأموال الكبيرة التي تخصص للعاصمة بغداد تذهب كلها بجيوب الفاسدين؟ يعني اللي يروح لبغداد ويشوف وضع بغداد، مع الأسف الشوارع متهالكة، إشارات مرورية ماكو،
فوضى، تكدس للسيارات بأعداد هائلة دون تخطيط، انتشار العشوائيات. اليوم بغداد هي أكثر يعني مدينة في العراق من حيث عدد العشوائيات، وراح نتكلم عنها في سياق حديثنا في هذه الحلقة. طبعا العراقيون والناشطون أطلقوا وسم أنقذوا بغداد على منصات التواصل الاجتماعي، دعونا نقرأ بعضها. يقول النسري، يقول أنقذوا بغداد، المقصود بهذا الهاشتاج هو أنقذوها من الفاسدين، من الإرهاب، من الدمار. يقول بغداد تتعرض بشكل ممنهج من قبل تتعرض للدمار بشكل ممنهج من قبل الميليشيات والفساد. ويجيك كم ذيل يقول لك انطلق الهاشتاج لأن أكو زيارة، خاب أنتم منو بحالكم، بس من تروح؟ نعم، سوف نأتي تباعا على تغريدات تحت وسم أنقذوا بغداد الذي انطلق اليوم. معنا اتصال أحمد من بغداد. أحمد، كيف ترى العاصمة بغداد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذ. أنا أشكرك طبعا وأشكر البرنامج هاي وأشكر هاي القناة اللي تعاني ما يعاني الشعب العراقي. تنكم الصورة، نعم، نقل بعيد عن الحياة وتكون حيادية إن شاء الله، نعم، وتكون يعني صادقة بكل أقوالها. الله يبارك فيك. نعم، أشكرك. والله أستاذ أكو يعني سؤال يطرح نفسه، تسمح لي؟ تفضل. يعني هل معقول بغداد بعيدة عن أنظار المسؤولين والقائمين على الحكم؟ يعني هل معقولة بس أنا وأنت نشوف بغداد؟ يعني بس المواطن اليوم مثل هاي الحملة مع هاي الشباب، يعني بس هم يشوفون بغداد؟ يعني هل إحنا عايشين بكوكب والقائمين على هذا الحكم والمسؤولين يعني خليها يعني شوية يكونون قريبين، يعني شوية على الإنسانية، يعني ينظرون لهاي العاصمة التاريخية الموغلة بالقدم، وما حملت يعني من تاريخ وعلماء وعباقرة. زين، يعني هل معقول لهذا الأمر؟ يعني لا. بعيدين هم، يعني احنا عايشين بكوكب هم وغير كوكب، يعني ما أعرفه. نعم زين أحمد، يعني احنا أنا جاي أنظر أستاذ، يعني فضل. تسمح لي. نعم. أنا جاي أنظر إذا تسمح لي وجهة نظري. تفضل. أنا أنظر إلى بغداد، يعني أكو عملية استراتيجية منظمة أن تصير يعني مكب للنفاقات وتدمير شنو معلم حضاري تاريخي. يعني أنا هذا رأيي، وهذا رأيي ملموس بالعين المجرد، يعني باليد والعين ومنظور بالعين. نعم. فأشي أنا أشوفه يعني عملية استراتيجية ممنهجة. زين، هاي الأموال اللي تصرف، مليارات تصرف، نعم، على أمانة بغداد، إذا تحدثنا فقط عن العاصمة بغداد، هذه المليارات وهاي الأعداد من الموظفين، نفايات في الشوارع، شوارع متهالكة. هناك أحياء، هناك أحياء في بغداد يعني لو جماعة ما مسوين بها مشاريع ومخليها على قبل يمكن أحسن بهواية. مو يمكن، بل هذا الواقع مع الأسف. أستاذ 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 أستاذ، نعم، يعني انت ما اعرف، يعني احنا الشعب العراقي ضرنا لنا احنا سذج اغبياء، يعني فاتمنى انت ما تطبق علينا هاي النظريه. يعني لا اكو عواصم دول مجامره لازم امانه بغداد او الوارد الدولي للعراق ان يصرف على غير دول. استاذ يعني هل احنا اغبياء لهالدرجه؟ يعني استاذ، يعني احنا شوي يعني ما اقبل هذا الشيء، يعني انت تطبق علينا، يعني لا الشعب هذا أنا ما مطبق عليك، أنا أطرح تساؤل. لا أستاذ، يعني إحنا نعم مثلا داخلنا ينظر إن إحنا الشعب العراقي أغبياء أو سذج. لا حشاك، لا شو العلاقة الشعب؟ هي منظومة بالعراق تحكم. شلون؟ نعم. لا أستاذ، إحنا إذا تسمح لي، إحنا الشعب راضين، إحنا لو ما راضين أستاذ إذا تسمح لي، مو اليوم الجريمة المنظمة والتفكك الأسري وانتشار المخدرات، تفهمني؟ نعم. يعني منتشر، يعني هل القانون، يعني هل الدولة بعيدة عنها أمر؟ يعني إذا تسمح لي، هل قائمين؟ يعني إحنا ننظر للمسؤولين ونسألهم باسم الإنسانية،
ليس بالانتماء او الوطنيه او القوميه او حتى الديني، يعني اذا تسمح لي. احنا نسالهم بالانسانيه ان ينظرون الى هذا البلد وهذا الشعب نظره انسانيه بعيده عن الوطنيه والقوميه وحتى الدينيه استاذ. يعني احنا نسالهم باسم الانسانيه، ما نسالهم يعني بغير اسم. نعم. أنا أشكرك يعني أحمد من بغداد كان معنا. أبو عراق من الأنبار، أبو عراق برأيك ما هي الأسباب اللي 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 أوصلت بغداد واللي دائما ما يناشدون العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي عبر وسائل الإعلام بإنقاذ العاصمة، النفايات بانتشار، بتكدس أكثر، العشوائيات، الشوارع متهالكة؟ أبو عراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. يعني استاذ عمر ايش تتاملوا من هذول العصابات السراق القتله القذرين؟ ايش تتاملوا منهم؟ تاملون يرجعون بغداد على قبيل؟ لا والله، لان هم اساسهم هم فاسدين. فالفاسد ايش تحرم عن استاذ عمر الله يخليك؟ هذول حارين بغداد، هذول حارين بالشعب، حارين شلون يبوق، شلون يلم الاموال، شلون يبنى بيوت خارج العراق. هذول ولا هم العراق يا استاذ عمر الله يخليك. لو اكو شريك بيهم ولا للعراق، العراق ما صار هيجي ولا الشعب صار هيجي. شعب انتهى عمي، شعب انتهى يا استاذ عمر، انتهى. لان ماكو حكومه، لو اكو حكومه وحده ولا للوطن هذا عمي. ذولا ولا هم للخارج، مو للبلد. ذولا يجوا على ظهر الدبابة، تتأمل من الأخير؟ يعني أنا الأخ قبل المتصل يقول أسأل بالإنسانية. أخوي العزيز هو هذا عنده إنسانية؟ هو هذا يعرف دين؟ هذا لو عنده إنسانية يعرف دين ما وصلونا لهيش مرحلة أستاذ عمر. بس عمي ذولا ما أدري، يعني ابتلينا بيهم بلوة. إذا ما الله يخلصنا من عدو. واحنا دائما نتحدث يا شعب اذا ما تفكر بنفسك فكر بالجيل القادم. ترى الاجيال القادمه تنتهي يا استاذ عمر. فكافي عمي، كافي مو ملينا، والله تعبنا. نعم. وانا اشكرك اخوي استاذ عمر. اني اشكرك ابو عراق من الفلوجه كان معنا. خلونا نشوف مقطع اخر لتوقف الاشارات المرورية في العاصمة بغداد. نشوف هذا المقطع. طبعا توقف الإشارات المرورية مو جديد، بس هو من باب التذكير ومع الحملة اللي أطلقها عراقيين وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي. هذا جزء ربما، يعني مع الأسف، هو جزء بسيط مما تعانيه العاصمة بغداد. يعني العاصمة ما بيها إشارات مرورية تنظم سير السيارات، واقفين شرطة مرور، شوف للساعة 8 للساعة 9 بالليل يخلص دوامه ويمشي. وهذه حالة غير حضارية وحالة تكشف أنه هناك غياب أو إهمال متعمد كما يقول العراقيون بتغريداتهم على منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم أنقذوا بغداد. معنا اتصال أبو أحمد من العمارة، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. أشكر قناة الشعب. يا هلا بك. قناة الشعب المظلوم. أهلا وسهلا. ما الذي أوصل العاصمة بغداد إلى هذا الحال؟ اي في دور حق فسر الدحاكك. هم يعني هسه ما يسمعون؟ هم ما يسمعون، ما يشوفون هاي الوضعيه. يعني لو بس جيب حط بجيبك، يعني هسه هاي كلها الا واحد يناشدهم، الا واحد يودي لهم. يعني هاي الدنيا، يعني هاي ما يقدرون يسوون هاي. يعني بس الفيضانات، بس المعوقين، بس النازحين، بس الفقره، بس الدنيا، بس المرضى. يعني هسه قاعدين هم ياخذون كل واحد 50 مليون، مدى 40 مليون، وهاي العالم تباوع. يعني ما يدرون هاي النفايات والدنيا هسه والله تعبنا يا اخي، تعبنا.
تعبنا كلش تعبنا يا استاذ. فدوا روح لك انا واحد من العالم هاي خراب مره مد خامس مره ناشدكم وناشد هسه المره الثانيه هم ناشد لان الدوله بعد ما تلتفت علينا يا استاذ. انا ناشد فدوا روح لك ناشد انا على هذا المريض حالته ساعد كلش. اللهم ربي يحفظكم بحق محمد وال محمد من خلال هذا المنبر. اريد الناس الخير بعد الدوله والوزراء دول ما يبغون يسووا البوق. حط بجيبك وخذ، حط بجيبك وخذ الخارج واحنا ضالين. انا والله هسه لا ليل ليل ولا نهار نهار. يعني اكل ما اقدر اكل. انا باو علي وعمليته بمستشفى اهل وضال. اريد من خلال منبركم والناس الخيره مثل اكو ناس يعني عراقيين يحس قلبهم مثل هذا اخوي ابو عراق الخير هذا الشريف وكل ان شاء الله العراقيين اشراف. هذا ابو عراق اللي 40 مره خطيه يناشد الي يعني ولو انا يعني اترخص من قناتكم. يعني هذا ابو عراق الشريف هم ما يشرون مثل ابو عراق يكون يشرون مثل ابو عراق هذا بالفلوجه الخير الطيب اللي يناشد بمكانه ما يسمعون انا مناشدتي. يعني انا ما يقدرون بدل هاي التبرعات وهذه يحطونها بجوهم ويبوقونهن ما يقدرون يودون هذا الطفل ويخلصوني بدور احنا استاذ. يعني انا من اريد الناس الطيبه والخير تسمع كلامي من خلال منبركم. يعني انا سلامي الى الخيرين الناس الطيبه الناس اللي الخير تسمع صوتي. الطفل هذا حاسه ساعات والله والله العلي العظيم. يعني انتهيت انا انتهى هو انتهيت. يعني انتهيت اوديه وعمليته ما تكلفش يعني شيء قليل اريد اوديه. ما حد تبرع لك ابو احمد؟ ما حد تبرع لك؟ ما حد تبرع من لحد خلال الان والله يا لحد الان ما وصلت شيء. يعني ناس حشت بس لحد الان خطيه ما يندلون ما يعرفوني ما اعرف والله. وهسه حالته ساعات وانا اريد من خلال منبركم الطفل يعني عمر 10 سنوات طفل بعمر الورد واريد اوديه لان عمليته مستشفى خاص اهل واريد اروح ما اقدر كفي لك الله 50 ما املك. يعني اقوت يوم من الطحين والطحين خبزه واكل. يعني وظل الوزراء هاي تباوع يعني هالبرلمانيين المسؤولين ظالين يعني يلقون بهالملايين. الله يقبل محمد. انا اريد اكون مثل هذا ابو عراق الخير هذا الشريف ابو عراق من هالفلوجه اللي يحن قلبه يكون هم يشرون قلب من القلب هذا. الله يعينك ويفرج عنك أبو أحمد من العمارة كان معنا. طبعا بالنسبة للعشوائيات في العاصمة بغداد كشفت وزارة التخطيط العام الماضي عن وجود قرابة 4000 مجمع عشوائي في العراق ربعها في العاصمة بغداد. قال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي بأن هناك 4000 مجمع عشوائي في عموم العراق. تضم هذه العشوائيات 522,000 وحدة سكنية أي أن هناك 522,000 أسرة تعيش في هذه العشوائيات. أضاف بأن حصة العاصمة بغداد من هذه العشوائيات هي الربع وبواقع 1022 عشوائية أي مناطق عشوائية. تليها البصرة بواقع 700 مجمع عشوائي. ولفت إلى أن أقل المحافظات التي تتواجد فيها العشوائيات هي محافظة كربلاء بواقع 98 مجمعا عشوائيا والنجف 99 مجمعا عشوائيا. معنا اتصال صباح من بغداد. صباح. عراقيون وناشطون أطلقوا على منصات التواصل الاجتماعي أنقذوا بغداد للتعريف بالفساد الحاصل في أمانة بغداد، للتعريف بانتشار النفايات، تهالك الطرق و الشوارع والأحياء، كذلك يعني انعدام أو شبه انعدام للخدمات في العاصمة بغداد، تكدس السيارات في العاصمة، الإشارات المرورية مثل ما شفنا ببعض المقاطع غير موجودة. أصلا أمانة بغداد في مقاطع سابقة يعني أمام واجهة البناية أمانة العاصمة أمامها نفايات، فكيف هو الحال بباقي مناطق العاصمه بغداد؟ تفضل صباح من بغداد. السلام عليكم استاذ عمر. وسهلا بك. بالنسبه لبغداد يعني اللي يتحمل مسؤوليتها هو رئيس الوزراء او محافظ بغداد. يعني احنا شفنا كل المحافظين اللي استلموا هذا المنصب، محافظ بغداد من العيساوي الى ابعوب اللي اجى بعده كلهم تابعين الى احزاب. ابعوب كان تابع للتيار الصدري وتشوفه يطلع يحكي كان واحد مخبل مسودن ما عنده حتى منطق ويحكي إن, 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 إن بغداد أحسن من دبي. أما إذا واحد يفتر بغداد وبأحياء بغداد باستثناء الشوارع الرئيسية المنصورة الحافية الجامعة غيرها الزيونة يعني تلقاها أضوية وتلقاها شوية مرتبيها، أما وراها بعشرين متر راح تلقى شوف أقوام الأنقاض والوساخة وكأن الموضوع متعمدين عليه.
يعني متعمد ان محافظ بغداد بيتوصي ان بغداد يدمروها. هاي بغداد عاصمة الرشيد اللي كانت تزهو فترات طويلة بالنظافة وبالعلم وبالازدهار. هسه اللي جم بعد 2003 متقصدين ان يدمرون بغداد ويسيئون هاي العاصمة إساءة مثل ما نشوف هسه احنا الاقوام الانقاض. يعني امانة بغداد ما عندها سيارات مال جمع الانقاض، ما عندها مكابس، وين العاملين هذول العقود الاجور اليومية اللي تجي على القوائم مالتهم تلقاهم بالالاف مؤلفة يعملون عقود عاملين نظافة في امانة بغداد، وين هذا الشغل مالتهم؟ من تفتر في احياء بغداد تلقى الاقوام وتلقى المكبات النفاية وتلقى التجاوزات وتلقى كل شيء. يعني ماكو مسؤول حريص على إدارة هاي الموضوع، ماكو لا مدير عام ولا المشرفين ولا البلدية ولا الأمانة ولا كل شيء، كلهم متقصدين أن يسيئون لهاي العاصمة. يعني والدليل ماكو أي منطقة في بغداد بحيث تصير فتشي قدوة للمناطق الباقية، كل أحياء بغداد الكرخ والرصافة وكأنهم متوصين من حزب الدعوة والصدريين هذا ومجلس الأعلى على أن محافظ بغداد ما يعمل بصورة صحيحة لتجميل بغداد ولا حتى لتوسيع بغداد. ما عندهم أي فكرة ولا عندهم مخطط نهائيا، جايين يدمرون هاي العاصمة. وبالفعل نجحوا بتدمير العاصمة وجعلها أوسخ عاصمة بالعالم، وهذا كل الموضوع يؤسفنا. يعني أن نشوف بغداد هيك يصير من يحكمونا. شنو غايتهم؟ أنت تقول الأمر متعمد، شنو الغاية؟ الغاية إيران تريد تدمر العراق وما تريد فتشي يزدهر عندنا. لا محافظة تزدهر ولا بغداد تزدهر، جايين يسرقون فقط وتدمير فقط، لا مصانع في بغداد تشتغل. إيران تقولهم خلوا وضع بغداد على هاي الوضعية، شو مليارات دعت تنصرف. هم اللي جاي يعملون بي على لسان وزير الصناعة اللي قال احنا عندنا أوامر وما يقبلون أحد يشتغل في وزارة الصناعة وكل الوزارات وحتى أمانة بغداد، ما يريدون العالم تشتغل ولا يريدون ينفوها ولا كل شيء. متقصدين لتدمير العراق، يريد ينتقمون من عندنا. اللي يستلمون زمام الأمور والمناصب العليا كلهم ناس ولائيين، كلهم تابعين الى 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 ربما في احضان. يعني مو الفساد وسرقه بالطبع. هذه الاموال هو السبب الرئيس بما وصلت اليه العاصمه بغداد؟ لا الفساد طبعا، الفساد والرجل الغير مناسب قاعد لي على منصب مثل خلينا نقول سيادي او محافظ بغداد. ما شفنا احنا حتى اللي صارت امينه بغداد ما نزلم للشوارع واشرفهم على تنظيف الشوارع وتبليطها وعلى المجاري. يعني هسه شوف مقارنه في اقليم كردستان، ماكو مقارنه. بغداد العاصمه ماكو مقارنه باربيل وسليمانيه ودهوك. بغداد العاصمه ما نقدر نقارنها بالانبار اللي خرجت من ارهاب داعش وخرجت من الارهاب الحكومي وتم تدميرها بالكامل، الان جاي تزدهر. ليش؟ لان اكو مسؤول عنده يعني خلينا نقول طقه شرف وجاي يشتغلون يسرقون، لكن يشتغلون بشويه، يشتغلون جاي يعمرون بالفلوجه وبالرمادي. تشوف هسه بغداد مع الاسف عليها مهتمين بشكم شارع رئيسي وعايفين الاسرع الداخليه كلها مكبات نفايه وكلها صايره اوساخ ولا تبليط ولا كل شيء ولا كسار. واذا تيجي على محافظه بغداد راح تلقى هذا الشارع تبلط في 3 مرات 4 ورق على حبر، لكن بالحقيقه هي ما جت امانه بغداد لا بلطت ولا سوت مجاري ولا سوت ارصفه ولا سوت اضاءه ولا سوت تشجير. بالعكس شكوا حدائق تم الاستحواذ عليها من قبل الفاسدين والاحزاب الرئيسيه. فبغداد متقصدين يدمروها، سواء الاحزاب او الناس الفاسدين اللي جم بس يسرقون وما عملوا باخلاص لخدمه هاي العاصمه اللي تاريخها عريق ودمروه عبعوب وغير عبعوب اللي ما عندهم منطق يحجون. من يطلع بالاعلام يحكي يقارننا احنا بدبي، شلون تقارنها؟ شلون تقارن بغداد اللي انتم دمرتوها وهاي العشوائيات اللي صارت بسببكم؟ وحتى علاج للعشوائيات ما كان بصوره صحيحه وصوره علميه وصوره مدروسه. انت من تيجي تطلع العشوائيات غير تكون توفر البديل لهم في سبيل ما تصير هاي الحاله، لكن الدوله هي جاي تدمر. نعم. جاي تدمر هاي معالم العاصمه بغداد، وجاي لا جسر بنهم جديد، لا وزاره بنوه جديد، لا كل شيء ما عندنا. يعني لا مدارس نموذجيه حقيقيه، لا تبليط، لا إنارة، لا كهرباء، لا زراعة، لا حدائق العوائل المفروض تروح. هسه حتى الزوراء الكلام عليها يريد ياخذوها ويسووها مجمعات سكنية. الزوراء اللي هاي تاريخها شقد عمرها يريد يسووها مجمعات سكنية. من المجمعات للمواطن البسيط اللي ما عنده لا عنده قطعة أرض ولا عنده بيت، هي لهم بيناتهم يبيعوها مثل ما سووا مطار المثنى
مجمعات سكنية تم بيع الشقة من 150 ألف دولار إلى 250 ألف دولار، من يشتريها؟ هم يشتروها جماعة المنطقة الخضراء وما حد يقدر يسكنها من الفقراء. أيضا هم من على طريقة أبو غريب بالمعسكرات اللي كانت قبل المرسلات وغيرها بعد العامرية، كلها تم بناء مجمعات، المن هاي المجمعات ما حد يعرف، كلها للمسؤولين. يتم أخذ هذه الأراضي اللي هي تابعة للدولة وبناء مجمعات عليها ويبيعوها ويطلعون غسل أموال وهم المستفادين. لا المواطن العراقي استلم شقة ولا استلم قطعة أرض وملتهي لي بس بالسرقة، وعايفين هاي المكبات النفاية والتجاوزات يجون بالشفلات في سبيل يسوي فعاليات المسؤول يزيل هاي العشوائيات. انت القى البديل لهم وزيلهم. أنا أشكرك صباح من بغداد، كان معنا كيان من بغداد. كذلك كيان، حملة أنقذوا بغداد تتهم أمانة بغداد بالإهمال المتعمد وبالفساد الذي أوصل العاصمة بغداد إلى هذا الحال، رأيك؟ أول شيء السلام عليكم. أهلا وسهلا بك. قبل لا أبدأ كلامي، بيت شعر للسياسيين. البيت شعر يقول: هذا حالي يتنشد على حالي، قمت أشتغل عدة كان عندي راعي. تحية طيبة إليك ولي كادر طيب. حياك الله أستاذ عمر. أمانة بغداد تبعد على الخضراء أمتار تبعد عنها. وأمانة بغداد مو بس بأمامها نفايات، لا بالخلف مالها بالظهرها نفايات، ومستعد أصور لك إياه وأرسل لك إياه بالظهر. هاي وحدة. أمين بغداد يصعد الجامع من يطلع، كان صابر نبات القديم طلع سرق وطلع، كانت ذكرى علوش هسه بيوت بزيونة وبالمنصور، كان هذا هسه الجديد الله أعلم إيش قاعد يسوي ما يسوي. هذول ما له هيك، هذا جاي هو جاي فره جاي يقعد على شو اسمه على مكان بفرهودي ياخذ مالاته ويطلع، تمام. وهذا هاي المفروض مو انقذوا بغداد، انقذوا الشعب العراقي. هذا الوسم يصير، انقذوا الشعب العراقي من هاي النفايات، انقذوا الشعب العراقي من هاي النفايات. هسه هاي النفايات بسيطه، لا يتعاون عليها نفرين ثلاثه نشيلها، بس هاي النفايات اللي عندنا بالخضراء يطلعها يخلصنا من عتها. كل من ولاء الدوله، كل من ولاء كل عشره يعبدون اله، كل عشرة صرنا نفس الهند الله وكيلك، كل خمسة أمتار يعبدون الإله، كل خمسة أمتار يعبدون الإله، إحنا كل عشرة يعبدون الإله. هاي مصيبة مصيبة. هذا الشعب العراقي الشعب المرج، أرخص شيء بالكرة الأرضية الدم العراقي، ولا واحد ينادي به، ولا واحد يدافع له، ولا واحد يحكي عليه، قاعد ينقتل بذنبه بصمت. لا والله مو أقل من الصمت قاعد ينقتل الدم العراقي. يعني 6-7 يتنعمون بأموال الشعب العراقي، و40 مليون جوعان. وين هاي؟ وينك الكلام؟ وينك تحكي؟ يعني هذولي إلى ما نوقف لهم ونطلعهم، ثقوا بذات الله الشعب العراقي، يعني ما يظل مكان بالعراق، والله العظيم ما يظل مكان بالعراق. الشعب العراقي جنسيتنا سقطت، السيادة مالتنا راحت، لا دولة لا هيبة لا احترام للمواطن العراقي بالدول. نعم. بالدول ما حد يحترم المواطن العراقي بالدول. زين، في سياق كلامك في كيان، يعني كل سنة يصدر تقرير من مؤسسات دولية يشير إلى أن العاصمة بغداد هي أسوأ عاصمة بحسب تقاريرهم، يعني وهذا الواقع اللي نعيشه ويعيش المواطن العراقي. زين، هاي الحكومات المتعاقبة ويجون مسؤولين وأحزاب سياسية ويسوون مؤتمرات ويستضيفون رؤساء دول وزعامات، معقولة ما يقدرون يرتبون العاصمة بغداد؟ شو نقدر نفسر هذا الموضوع؟ استاذ عمر هم ذولي احنا سبب انتهاء العاصمة بغداد او انتهاء العراق الفساد. تمام الفساد. هذول استاذ عمر فدوة قلبك، هذولي اساسا هسه انت تسأله هو باع عليه، هو الانسان نقطه، اذا راحت النقطه راحت وياها الانسانيه وراحت الغيره وراح الشرف وراح الناموس وراح كل شيء وياها. هذول ما عندهم كل شيء، ما عندهم من هاي الاشياء، هذول ما عندهم. هذول هم اساسا عباره عن احجاره تحرك فيهم الدول، كل واحد يعبد له دوله تحرك فيه، روح اصرف جيب لي اخذ لك هاي لك هاي لي. على قولة هذا اللي يقول لكم مثل قديم: مل علي كوج علي هاي لك ذي تشيلي. يعني ذول الجماعة
ثق بذات الله الى ما نقوم عليهم قومه وحده. هو بس تنقذوا بغداد، انقذوا بغداد، انقذوا محافظات العراق كلها، انقذوا الشعب العراقي. هسه هم ما بيهم واحد مواطن، ما بيهم واحد شريف يقول انا عراقي واحمل الهويه العراقيه على ذول السياسيين بالحكومه. كان افندي وكان زي عرب وكان عمامه يحسب لي يقول لي عند 72 ملهى غير مرخصه ببغداد. هن الملاهي الك، مدرسه كويت استحوذت عليها قلت مالتي، مدرسه صار لها 50 سنه يا سيد عبد الحكيم استحوذت عليها قلت مالتي واخذتها، مدرسه بالكراده خارج اسمها مدرسه كويت اخذها واستحوذ عليها 4000 متر مساحتها ما ادري 5000 متر المتر ما ادري ايش مليارات الدولارات اخذها. ما هو انتم احنا لا ما نقوم على هاي الناس ثق بذات الله، احنا نصير تحت الصفر. وشكرا لك وقناتك الكريمه. شكرا كيان من بغداد كان معنا. خلونا نشوف مقطع آخر لمدخل العاصمة بغداد من جهة محافظة الأنبار، بالتحديد مدخل من ناحية الغزالية، نشوفها مع بعض. نعم طبعا هاشم حمزة على تويتر تحت واسم أنقذوا بغداد يقول انطلقت حملة أنقذوا بغداد من فساد أمانة بغداد، وذلك بعد تردي الخدمات والواقع المرير الذي يعاني منه سكان العاصمة بغداد بسبب فساد أمين بغداد واستغلاله لنفوذه بالاستيلاء على العديد من العقارات في بغداد. يقول على جميع الأحرار مشاركة الحملة لإنقاذ عاصمة العراق بغداد. نعم نعم عندنا اتصال ابو علي من بغداد، تفضل ابو علي. الله يسعدك، اهلا وسهلا بك، يا اهلا بك. بارك الله، يا اهلا بك، حياك. بالنسبه على الموضوع، بالنسبه على الموضوع ما خطوه يوم هذا اليوم شلون طلعونا الزياره مال الكاظم اللي 15 مليون اي دور الكاظم، مو موضوع حاجة. ويقول لي هذا صباح مدينة الرشيد لازم ملتزمة مدينة الإمام الكاظم سلام الله عليه. ليش ما ينظفوها هذه الأحزاب اللي التي تصرح ها وتقول بأنها تحترم أتباع آل البيت، آل البيت ها؟ ليش ما تنظف هذه العاصمة وليش ما تبلط شوارعها وليش ما ترتب أمور العاصمة هذه المدينة؟ لا والله قاعدة نظيفة، والله نظيفة. وين نظيفة معول؟ اتق الله يا رجل، اتق الله. هاي تقارير دولية وهذه الصور تشذب وتقول بغداد ما بيها شيء. والله والله صار من النظام السابق، النظام السابق راح، صار لعشرين سنة، عشرين سنة صار له راح. صار بالماضي احنا ولد اليوم لحد الان 20 سنه الحد الان صباح يدق عليه 20 سنه 20 سنه اذا كل سنه ها يسووا لهم شغله بالعاصمه هم يخلصوها، سنه ينظفوها من النفايات، يسووا لهم مكان للنفايات، سنه يصلحون اشارات المرور. ليش هذا يعني ليش انتم تربطون الامر بموضوع ما له علاقه؟ يعني بغداد ما توسخت اليوم، صار لها 20 سنة هذا وضعها. قال النظام السابق راح، النظام السابق يا أخي هسه اليوم الجماعة هم يحكمون كل شيء على... قال النظام السابق راح ولا راح، صار فعل ماضي. هسه تكلمت بصباح، أنا عندنا موضوع على بغداد، على بغداد بيها نفايات، تقارير الدولية تقول أسوأ مدينة للعيش بالعالم، الكهرباء مزيرة بيها، الشوارع محفرة، العشوائيات باعتراف وزارة التخطيط تقول بغداد بيها أكثر عشوائيات بالعراق، 1022 منطقة عشوائية، هاي وزارة التخطيط مو احنا دا نقول. استاذ عمر تخلعتي، تفضل تخلعتي مثل ما تخلي، مثل ما تخلي صباح ماكو شيء بالمعقول. انت تريد تغير الواقع 180 درجة، ما بتعجي ها
هسه انت تخلي العراق سويسرا بغداد موسى الكاظم سلام الله عليه عليه السلام غير ينفوها غير يعتنون بيها قبر باينة يا اخي طلع الزوار طلعها تقول باكر عطلة تقول باكر عطلة باكر ايه بعدين باكر عطلة مال كل الشعب طالع دي يزور ولك الظالم الشوارع ماشي يا استاذي هذا منو سواه الناس سوته مو المليارات اللي تصرف في أمانة بغداد وتضيع يعني يعني يطلع لك نواب ابو احمد ابو علي طلع لنا بس اسمع الله يخليك طلع لنا الزواه على كذا يطلع نواب بس اسمع لي يطلعون نواب بالبرلمان والسياسيين ويقول لك انه أكبر صفقة فساد هي موجودة في أمانة العاصمة بغداد مثل ما قال النائب السابق علي المحمداوي وغيره من النواب ذولا كلهم يكذبون وهذا الواقع بس عفوا أنا أشكرك أبو بغداد نعم. بغداد أبو علي من بغداد كان معنا مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين من جديد. اضراب الطيارين يشل مطار بغداد الدولي. يوم الخميس البارحه توقفت الرحلات الجويه لشركه الخطوط الجويه العراقيه في مطار بغداد بسبب اضراب بداه الطيارون احتجاجا على الفساد في الشركه فيما رفعوا مطالب عده لانهاء اضرابهم المفتوح. خلونا نشوف جانب من بيان بعض طياري الخطوط الجويه العراقيه حول هذا الموضوع. متابع. وان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لفتح كافة ملفات الفساد ومعاقبة المقصرين الذين تسببوا بهذا الدمار للناقل الوطني الرسمي، وكذلك نعلن مساندتنا لهذه الجهات في سير تحقيقاتها إن اقتضت الحاجة. لذلك ووضع الأطر العامة حسب القوانين العالمية والمعمول بها في كل دول العالم قاطبة لإرجاع النهج العام الصحيح لإدارة شركة ربحية كانت قد وفرت مبلغ 450 مليون دولار لخزينة الدولة في عام 2015. كما نود أن ننوه أن كل شركات الطيران في العالم تدار من قبل مدير عام تنفيذي الذي يترأس مجلس إدارة الشركة والذي له كل الصلاحيات اللازمة لإنجاح هذه الشركة بما يتناسب مع القوانين الدولية سارية المفعول. ولكن ما نراه اليوم هو شكل صوري فقط لمجلس إدارة الشركة مسلوب الإرادة، لا يستطيع تغيير أقل موظف كمسؤول وحدة أو شعبة على سبيل المثال، فضلا عن تغيير المقصر في عمله. كل هذا نتيجة التدخلات الوزارية والحزبية في سياسات الشركة، وأكبر مثال على ذلك هو تعدد أنواع الطائرات في الشركة والتي عادة يتم الاتفاق عليها من خارج الجهات المعنية ويكون التوقيع والموافقة ملزمة لمجلس الإدارة، وهو ما يثقل كاهل الشركة كما هو الحال في العقود سالفة الذكر، وغيرها أمور كثيرة جدا لا يمكن حصرها في هذه العجالة. نعم، هم الفساد والمحسوبية هو السبب الرئيس في هذا الإضراب. طبعا شمل الإضراب اللي سبب بتعطل عدد من رحلات الناقل الوطني العراقي لعدد من الرحلات الجوية المحلية والخارجية موظفين آخرين من غير طاقم الطيارين. في بيان مشترك مثل ما شفنا
هم أكدوا بأنه بسبب عقود الفساد اللي نخرت شركة الخطوط الجوية العراقية وتسببت بهدر ملايين الدولارات لصالح جيوب الفاسدين لسنين مضت وعدم اتخاذ أي إجراء من الحكومة، قرر طيارو الخطوط الجوية العراقية وبقية الطواقم العاملة على طائرتها وبإشعار مسبق الإضراب عن تنفيذ الرحلات اعتبارا من يوم أمس الخميس، ويكون الإضراب مفتوحا ومستمرا لحين تنفيذ المطالب. أكدوا بأن مطالبهم تؤكد على فصل شركة الخطوط الجوية العراقية عن وزارة النقل وجعلها هيئة مستقلة مرتبطة برئاسة الوزراء كما كان معمولا به سابقا، ومنح صلاحيات كاملة لمدير عام الخطوط الجوية العراقية ومجلس إدارتها لإدارة العمل، وشددوا على مراجعة كافة العقود المبرمة لشركة الخطوط الجوية العراقية وإلغائها أو تعديلها بما يخدم مصلحة الشركة، وأكدوا على إعفاء عدد من المدراء لما تسببوا فيه كما قالوا من هدر للمال العام وإرجاع كافة ديون شركة الخطوط الجوية العراقية التي في ذمة الوكلاء والجهات الحكومية وغيرها والتي تفوق 63 مليون دولار، والصرف الفوري لجميع المستحقات المالية لطواقم الخطوط الجوية العراقية. مسؤول في المطار أكد بأن مطالب الطيارين تم استلامها من قبل الجهات المسؤولة لتتم مناقشتها والنظر فيها، وبين لصحيفة العربي الجديد بأن الرحلات الجوية التي تأخرت تسعى الشركة لتحديد مواعيد جديدة لها بعد التوصل إلى حلول مع الطيارين، وأشار إلى أن الطيارين سبق وإن طالبوا الجهات المسؤولة بإجراء إصلاحات إدارية داخل الشركة وقطع ارتباطها بوزارة النقل، لكن لم يتم الاستجابة إلى مطالبهم، وبين بأن الإضراب اليوم ليس مفاجئا وأن الطيارين هددوا به عدة مرات في وقت سابق من هذا العام. تسبب الإضراب في حالة من الفوضى وامتلأ صالات الانتظار بمئات المسافرين بسبب توقف الرحلات بسبب هذا الإضراب. دعونا نتابع جزء من الفوضى التي حصلت داخل مطار بغداد بسبب إضراب طياري الخطوط الجوية العراقية وتوقف رحلاتها. نتابع هذه الصور. نعم طبعا لا يخفى على أحد مطار بغداد الدولي مطار لم يتم تحديثه، لم يتم فتح صالات جديدة من العام 2003 ولغاية الآن. ملفات الفساد إن كان في وزارة النقل بشكل عام أو في مطار بغداد، الفوضى في مطار بغداد يشاهدها المسافر، يشاهد مستوى النظافة المتدني جدا، مستوى الترتيب، ترتيب الضباط هناك كان ضباط الجوازات أو الموظفين، وضعية المطار يعني إذا تشوفها تقول مطار داخلي هم ما يمشي حاله. مع الأسف الإمكانيات موجودة، الكوادر موجودة، الأموال موجودة، ولكن مع الأسف الفوضى. يعني حتى إذا دخلت إلى الحمامات في مطار بغداد سوف تهرب بسبب عدم النظافة في المطار. كثير الكلام عن مطار بغداد وعن الخطوط الجوية العراقية التي كانت لسنوات محرومة من الهبوط في دول الاتحاد الأوروبي والكثير من الدول. كل ما يجي بسبب المحاصصة يجي وزير ما إلى علاقة مثل هذا العامري، شو له علاقة بوزارة النقل؟ أو بيان صولاغ جبر صولاغ شو له علاقة بوزارة النقل؟ هذه كلها تراكمات المحاصصة السياسية والفساد انعكست بشكل مباشر على أداء كافة الوزارات وليس فقط وزارة النقل، وهي واحدة من هذه الوزارات التي أوصلت الحال بمطار بغداد بأنه يكون مطار سيء للأسف. تجي التفتيش حدث ولا حرج، وكذلك عدم التنظيم. شوف عمال من بنغلاديش وغير بنغلاديش والنوب هم طالع عيونهم، دول العمال من بنغلاديش ما يرضى إلا ب 10,000 أو 5,000 دينار
ويصيح مرات على المواطن العراقي. زين أدري هذول الشباب الخريجين من الجامعات العراقية وغيرهم ما رتبهم دورات تدريبية في إطار وزارة النقيل وأدمجهم في مطار بغداد الدولي، ليش تجيب أنت عمالة أجنبية حتى تخدم في مطار هو واجهة البلد؟ هو واجهة البلد. مع الأسف وصل الحال ببغداد بشكل عام وبمطار بغداد إلى هذا الحال. خلونا نتابع تردد قناة الرافدين الجديد على نظام الأجدي واللي هو 1072710727 تردد القناة على نظام الأجدي. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا عن حملة أنقذوا بغداد وإضراب طياري الخطوط الجوية العراقية في مطار بغداد. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.